مليكة، ايه الغلط اللي موجود في الصورة دي؟ الشوز. امال التلاجة المفروض بيتحط فيها ايه؟ الاكل. برافو عليك. طيب قوليلي ايه الغلط في الصورة دي؟ ممتازة. الحصان اصلا ما عندوش جناح. بس يا كوكا، انا عايزاكي تعلي صوتك، انا مش سامعة حاجة. صوتك اصلا مش هيطلع في الصورة. قوليلي ايه الغلط في الصورة دي؟ صوتك مش هيطلع في الفيديو. ها، مفروض ايه؟ بالكورة. شاطرة. قوليلي ايه الغلط في الصورة دي؟ برافو. ما المفروض نلون بإيه؟ بالألوان. المفروض نلون بالألوان. برافو عليك. قولي لي يا كوكا، ايه الغلط في الصورة دي؟ امال ايه؟ في ايدينا، بنلبس الساعة في ايدينا. ممتازة ممتازة.